تعالوا بقى نروح نشوف في التأمينات، لو احنا عاوزين نجاوب على السؤال السيسي عمل ايه لمصر. التأمينات تخيل هي اللي بتطلب وتنادي وتناشد حاملي البطاقات الزرقاء في عدد من المحافظات، بتقول لهم يا جماعة البطاقة اللي معاك دي expired، الصلاحية قربت تخلص، قربت أو بالنص أهو قربت تخلص، مش خلصت قربت تخلص، فلو سمحتوا تعالوا بدلوها. لدين النبي، يعني للدرجة دي تبقى الدولة هي اللي بتجري ورا المواطن تقول له خلي بالك الكارت اللي معاك قرب يخلص، تعالى عشان تبدل الكارت وتاخد الكارت الجديد، أنا الدولة خايف عليك وخايف على فلوسك وعلى مصلحتك وانا اللي بجري وراك. احنا معانا على التليفون الاستاذ محمد سعودي، نائب رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله، الله يخليك يا فندم. بقى معقول يا فندم انا راجل عندي 47 سنه اهو كده الشهر الجاي، انا ما شفتش الدوله بتجري ورا المواطن تقول له والنبي تعالى غير الكارت اللي معاك. هو حضرتك زي ما انت بتقول كده، هو هي كانت دايما زي ما بقول المشاكل اللي بتواجه التأمينات دايما ان التأمينات دايما متأخره خطوه لورا. من بعد تشكيل مجلس الإداره الجديد وعرض الرؤيه على فخامه الرئيس ابتدت التأمينات تاخد خطوات ايجابيه لقدام وابتدت تسبق ما تبقاش رد فعل الاحداث، يعني ما نستناش لما البطاقه تنتهي ويبقى في مشكله ونبتدي ايه والمواطن يشتكي ويبقى في تكدس ومش عارفين ناخد حاجتنا. الحقونا يا جماعه. الخطه دي يا فندم بدات بقالها حضرتك حوالي سنه ونص تقريبا كده، سنه ونص من شهر 27 بدانا الخطه بتاعتنا دي. الخطه دي كان عندنا حوالي 6.5 مليون كارت معاشات قروض قديمه كانت مصدرها الهيئه. الكروت دي كانت مناصح لعمليه سحب بس النقديه، انما ما كانتش بتقدم، يعني مش بطاقه ذكيه، ما بتقدمش خدمه ان انا اشتري ادفع مستحقات فواتير حكوميه او غيره. ايوه بل حضرتك، فبدانا الخطه دي كان عندنا 6.5 مليون كارت، خيرنا حوالي 4.7 مليون كارت. الكروت دي قاربت ان هي تخرج بره الخدمه، فاضل عندنا حوالي 1.8 مليون كارت. فاحنا عملنا خطه، الخطه دي بنستهدف برضو على اساس الظروف اللي بتمر بيها العالم من كورونا وغيره والتدابير الاحترازيه اللي احنا بناخدها، بنقول والله احنا هنا 1.5 مليون كارت في خلال 5-6 اشهر اللي جايين دول هنخلصهم. طيب هنخلصهم ازاي؟ عملنا مراحل. المرحله الاولانيه خدنا 11 محافظة، المحافظات دي بنناشد الأهالي اللي موجودين فيها، بنقول لها إيه يا أهالينا لو قدامكم 3 أشهر لحد نهاية شهر مارس غيروا البطاقات بتاعتكم لأن البطاقات هتخرج بره الخدمة مش هتبقى إيه قابلة للعمل. كل مطلوب من الشخص إنه هو يروح مع بطاقة الرقم القومي بتاعته وصورة منها ويكتب على الصورة رقم المحمول بتاعه وهيتقدم صورة البطاقة وهيستلم بطاقة ميزة الجديدة اللي هي البطاقة الذكية اللي هي بدل الكارت الأزرق. بدل الكارت الأزرق. ويسلم بقى الكارت الأزرق وهو رايح بيستلم الجديد ولا إيه؟ لا ما يسلمش كارت خلاص الأزرق، خلاص مش محتاج يسلمه، هو ياخد معاه الرقم القومي وياخد معاه صورة من الرقم القومي مكتوب على الصورة رقم تليفونه. رقم تليفون. حلو قوي. انا بحطه في الملف بتاع المعاش بتاعه لو انا احتجته ويستلم كارت ميزه جديد وهو واقف؟ وهو واقف يا فندم. حلاوه. طيب يروح بقى لاي مكتب من مكاتب التامينات والمعاشات. التامينات تابع لمحل سكن. محل سكن. اقرب مكتب للمحل السكن بتاعه. محل السكن اللي هو مقيد في الرقم القومي. اللي مقيد في الرقم القومي. ايوه. هيقدم صورة البطاقة بتاعته وعليها رقم الموبايل بتاعه هيستلم كارت ميزة. طيب هو مش عايز يروح. ماشي. لو هو عنده بقى ممكن، لو هو عنده حساب بنكي يجيب لنا موافقة من البنك أو حساب بريدي موافقة من البريد أو عنده محفظة إلكترونية ويجيب لنا الموافقة دي وإحنا هنحول المعاش على
الحساب البنكي او البريدي او المحفظه الالكترونيه. طيب بما ان احنا بنقول ان هو الناس دي اللي هو احنا بنقول عليهم من زمان كده ارباب المعاشات، طيب الناس دي سنها كبير، البعض قد يكون مريض شوية، البعض يبقى قدرته على الحركة صعبة حبتين، ممكن ما يعرفش يطخ مشوار البنك أو ينزل المشوار بتاع مكتب التأمينات، هل في وسيلة تسهل علينا الموضوع؟ طيب أنا هفترض إن حضرتك أنا مش قادر أروح مكتب التأمينات. أيوه. طب ما هو أنا بقبض المعاش بتاعي إزاي؟ أنا بقى عايز أسهل قدر الإمكان برضه. طيب بلاش كده يا فندم. حضرتك جنبك فرع بنك، يعني كان ممكن يبقى بيعمل ايه؟ كان ممكن يبقى زمان مثلا بيدي الكارت بتاعه لابنه، جوز بنته، انزل يا حبيبي اقبض لي ده من المكنه، فيحط الكارت ويسحب الفلوس. طيب ممكن محفظه على الموبايل بتاعه. حلو جدا، يعني هنوصل له باذن الله. اي وسيله شايفها سهله بالنسبه له حلو احنا معاه فيها. يا ميسر الحال، يا ميسر الحال، واحنا مديين المهله لمده ست شهور من او خمس شهور من النهارده، خمس شهور لحد شهر ستة. المرحله الاولانيه بتاخد ثلاث شهور، مستهدفين المحافظات اللي ما فيهاش كثافات، 11 محافظه. المرحله الثانيه واخدين برضو اربع شهور من شهر يناير لشهر ابريل، تنتهي في نهايه شهر ابريل، واخدين محافظات كثافه فيها اعلى. المرحلة الثالثة الأخيرة من شهر يناير لحد شهر نهاية مايو، وقبل حضرتك بقية المحافظات كلها. طيب المرحلة اللي احنا فيها دي تستهدف محافظات ايه؟ هستأذنك تقول لي بس المحافظات بحيث انه اهالينا يبقوا عارفين ان هم دلوقتي يقدروا يروحوا يستبدلوا الكارت بتاعه. المرحلة الأولانية بتستهدف محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح الوادي الجديد وأسوان والأقصر. حلو قوي، 10 محافظات. 10 محافظات. خط القناه شمال وجنوب سيناء، بحر احمر، وادي جديد، مطروح، الاقصر واسوان. الاقصر واسوان. المرحله الثانيه بس ده ما يمنعش ان بقيه المراحل برضو شغاله. طب كويس. يعني انا حضرتك مثلا انا من القاهره. انا عندي من شهر يناير لحد شهر نهايه مايو ان انا اروح لاقرب مكتب تامينات تابع لي محل سكني اطلب اغير البطاقه بتاعتي. يعني شغال، كله شغال. شغال. يا ميسر الاحوال، خدمه عظيمه، وفي حاجات كده زي ما كنت بقول ما كانش الواحد يتصور انها تجرى الحكومه وبالذات التامينات تجري ورا المواطن عشان ياخد فلوسه. اكيد يا فندم. سبحان الله. أكيد. انا بشكرك جدا يا استاذ محمد، كل الشكر لحضرتك. استاذ محمد سعودي نائب رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي.